بص يا سيدي بقى، النهارده جيت اول مره اجرب المكان اللي ورايا دوت. المكان اللي ورايا دوت في كل بلد في ايطاليا كده فيها واحد مشهور بيعمل بيتزا بطريقه مختلفه، والبيتزا بتاعته تبقى مشهوره زي مثلا في نابولي كده في سوربيلو في دي ميكيل بتاع. هنا في روما في واحد اسمه بونشي. بونشي والشغل اللي عمله في روما وفي البيتزا وفي التجديد بتاعها كتير جدا، عشان كده في ناس كتير جدا حتى من الاجانب لما بيجوا هنا روما بيجوا مخصوص للمحل بتاعه، ودايما لازم يبقى في طابور طويل قدامه، يعني ممكن تاخد الرقم وتقف لك مثلا بتاع نص ساعه قبل ما تاخد البيتزا. البيتزا بتاعته كلها بيتزا قطع، بيسموها بالايطالي بيتزا التاليو، يعني قطعه تاخد قطع، والقطعه دي بتتوزن على الميزان، وبعد كده بتدفع الثمن بتاعها وتطلع تاكلها بره تيك اواي، يعني حتى ما فيش مكان تدخل تقعد فيه جوه، يعني ممكن مثلا تلاقي كرسي بسيط كده لو حظك حلو ولقيت مكان يعني، بس ما فيش في الغالب ما فيش، وانت بتاخدها وبتطلع تاكلها وتقف تاكلها في الشارع زي الناس اللي حواليك. اول مره مع اني بقالي كتير هنا، بقالي 10 سنين في روما، بس اول مره اجربها. يلا بينا نجربها مع بعض. فيتاتو فاري باراجوني، كاتب قدام المحل بتاعه فيتاتو فاري باراجوني. فيتاتو فاري باراجوني الايطالي معناها ممنوع تعمل اي مقارنه، يعني ما يجيش في دماغك تعمل اي مقارنه. ده رقمي 16. يلا بينا. طلعت من المحل بعد ما وقفت حوالي ساعة وربع. الحاجة اللي أنا لاحظتها، يلا بقى من غير ما أحكي وأنا باكل أحسن، تعالى الأول أنا أوريكم أنا جبت إيه، الحاجات البسيطة اللي أنا عرفت أجيبها إيه. أول حاجة جبت السوبلي دوت. السوبلي ده بيبقى كلاسيكو، ده هنفتحه دلوقتي ونجربه مع بعض ونشوفه عبارة عن إيه. ديت بالطماطم، بصلصة الطماطم والقليشي. القليشي اللي هي بيسموها عندنا القليشي، ما اعرفش اسمها ايه بقى، حاجة زي السردين، زي السردين. العجينة زي ما انتم شايفين كده هي الستايل بتاع العجينة بتاعت روما، العجينة الرفيعة ومقرمشة من تحت. التانية ديت عبارة عن خضار بروكلي ومعاها سجق، بس السجق معمول بلحمة المعيز، معرفش بقى هندوق ونشوف الدنيا فيها ايه. اول حاجة هجربها اللي هي بالقليشي دي. انا قربت الميكروفون عند بوقي عشان تحسوا بالقرمشة. هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا لهذا الجميل. طعمها بجد حلو. للي طبعا ممكن يقول اللي دي مش بيتزا، هي ديت نوع من انواع البيتزا بتاعت روما، بتعمل في روما بالذات، ومن اشهر البيتزات في ايطاليا، اللي هي تحط عليها طماطم، الطماطم دي مشطشطه شويه، صلصه الطماطم، صلصه الطماطم دي تبقى مشطشطه شويه، وعليها القليشي، وزي ما انتم شايفين كده ما عليهاش موتزاريلا. واو. دلوقتي بقى هجرب دي. تحس كده ان هي مليانه واخده وضعها. الفرق بقى عن ديت ان دي ما فيهاش الصلصه، يعني الثانيه ما كانش فيها الجبنه، لكن ديت ما فيهاش الصلصه. هو بصراحه بيعمل تركيبات غريبه. واحسن حاجه تعالى اوريكم اللي بصوا، طلع وشي من الكادر عشان ما احطوش فوقه. بصوا شكلها عامل ازاي، مقرمش، تحس ان هي مقرمشه كده من تحت. هي بصراحة طعمها حلو، بس مدياني احساس عندنا في مصر كأنك بتاكل فطيرة بالسجق ومش متغطية من فوق.
بس التركيبه مع الخضار طعمها بجد طعمها حلو، بيبقى فيها زيتون كمان من تحت. الواحد بقى ايه زهق من الوقفه، كفايه الطابور، وقال لك تعالى نقعد زي ما بقيه الناس قاعدين. اتفرجوا، الناس كلها بتجيب وتقعد في الشارع. تعالوا بقى تعالوا بقى ما نجرب بقيه الحاجات دلوقتي. بقى هدخل على ايه دلوقتي بقى؟ تعالى ندخل على السوبلي. عبارة عن ايه بقى السوبلي دوت؟ السوبلي دوت حاجة مشهورة هنا في روما، عبارة عن رز بالطماطم ومحطوط جواها حتة موتزاريلا، بيتعمل بانيه وبيتقلى. بالنسبة لعندنا في مصر هيبقى غريب شوية، والناس كلها ناس في ناس ممكن ما تحبوش، لأن الرز هنا بيتعمل بالستايل بيبقى ريزوتو. للناس اللي عارفة يعني ايه ريزوتو، اللي ما يعرفش ان الرز بيستوى زيادة عن اللزوم لغاية ما بيبقى طري، تحس كده اللي هو المية بتاعته هي اللي ماسكة الرز في بعضها. هو السوبلي انا دقته في حتت كتير، هو بيعمله حلو، بس ممكن اقول اللي هو مش احسن واحد في موضوع السوبلي ده. السوبلي دوت بيعملوا منه كمان انواع كتير جدا. الكلاسيكو اللي هو بتاع روما زي ما انا قلت لكم، بيبقى الرز وموتزاريلا وصلصه. في انواع تانية بقى بيحطوا فيها اطعمه تانية تغيير عشان يخلوا الحاجات تنوع. نفس التفكير بتاع البيتزا اللي انا وريتها لكم دلوقتي. البيتزا اللي انا وريتها لكم دلوقتي دي مش الاسلوب بتاع البيتزا الستاندرد بتاع ايطاليا، ده كلها حاجات جديده، لان هم طبعا عايزين يطوروا شكل البيتزا، طعمها، الاشكال، عشان ما تبقاش نفس الشكل المارجريتا والمارينارا. فدلوقتي بيغيروا بيعملوا اشكال تانية جديده. ولا لو عجبك الفيديو ما تنساش تحط اللايك وتعمل شير للفيديو، ولو انت اول مره تتفرج عليا انا اسمي ايمن والقناه بتاعتي اسمها ايمانو فلوج، اعمل سبسكرايب، تابعني على الفيس لو انت بتحب تتفرج الفيديوهات على الفيس، او تابعني على اليوتيوب لان انا بنزل كل فيديوهاتي هناك. انا مش من النوع اللي انا بنزل فيديوهات كل يوم وكل اسبوع وكل، لا، انا بنزل فيديو كل رحله بعملها او كل حاجه جديده عايز الناس تشوفها. فلو بتحب المحتوى دوت ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه. ودلوقتي سلام عليكم بالطريق الايطالي، تشاو.